الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس سلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير المجد لك يا رب المجدولة فلنصغي لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس قد أقبلوا من المشارق إلى أورشليم قائلين أين المولود ملك اليهود فإنا رأينا نجمه في المشرق فوافينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك الطرب هو وكل أورشليم معه وجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب واستخبرهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية فإنه هكذا كتب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى في مدن يهوذا الرئيسية لأنه منك يخرج المدبر الذي يرعى شعب إسرائيل حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وابحثوا بتدقيق عن الصبي وإذا وجدتموه فأخبروني لأذهب أنا أيضا وأسجد له فلما سمعوا هذا من الملك ذهبوا فإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق الموضع الذي كان فيه الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت فوجدوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومر ثم أوعظ إليهم في الحلم بألا يرجعوا إلى هيرودس فانصرفوا في طريق أخرى إلى بلادهم حقا المسيح ولد كريستوس جناته دوكساساتي رح نعيدها المسيح ولد كريستوس جناته دوكساساتي كريستوس جناته دوكساساتي Christ is born glorify him خلينا نقولها بثلاث لغات المسيح ولد كريستوس جناته دوكساساتي Christ is born, glorify him. أنا السنة بالحقيقة مش رح قلكم ينعاد عليكم. لأنه سألت لكم ينعاد عليكم أنا بحب أقول إن شاء الله تتجددوا وتولدوا من جديد. إذا بدي أقول ينعاد عليكم يمكن أحياناً الكلمة بتعبر كأنه نحن بدنا نرجع نعيد يلي عشناه سنة الماضية أو القبلة. أو ينعاد عليكم لا. إن شاء الله تتجددوا بميلاد يسوع لأنه عيد الميلاد هو تجديد الخليقة بإحدى ترانيمنا خاصة بصلاة الغروب وصلاة السحر بيخبرونا الأباء بصلواتهم يلي وضعوا لنا إياها هناك ميلاد يسوع هو تجديد الخليقة أنتوا بتعرفوا الخليقة الأولى والخليقة الثانية الخليقة الأولى شو توجت؟ بسقوط الإنسان مش هيك؟
وتخربطت الدنيا فوقاني تحتاني، وبلش ربنا يركض ليصلح، وبلش المشوار مع ربنا منذ سقوط الإنسان، عم يحاول يرمم سقوط الإنسان، بلش المشوار مع آدم، شوي رجع بلش مع نوح، رجع بلش مع إبراهيم، تأسس الشعب مع إبراهيم، صار في عندنا الملوك، لصار في مملكة بعد الملوك، صار في خراب بالمملكة، بعث لهم الأنبياء، بعدين إجا الصبي، بعدين إجا الجلاء، بعدين لما حل، شو سمعنا بالرسالة؟ لما حل ملء الزمان. تعرفوا شو هالكلمة الصعبة اليوم عم نسمعها؟ مع يسوع خلص انتهى الزمن، عرفانين هالشي هذا؟ حل ملء الزمن خلص انتهى. بتكون تقولوا لي طب ما من 2000 سنة مع يسوع أنتم ملء الزمن، لأنكم أنتم تسيرون بعكس هذا الزمن، وأنتم تبشرون بمن هو ملء الزمن، أصبح أنتم بتعيشوا بزمن مقدس، ليس الزمن يلي عاش فيه الإنسان بعد السقوط في الخطيئة. أنتم عم تعيشوا ملء الزمن يسوع المسيح يلي انتصر على الموت وعلى الخطيئة وأعطانا ميلاد الثاني، هذه هي الميلاد التجديد الخليقة يلي أنتم عم تعيشوها. نيالكم أنكم تعيشون هذا الملء، نيالكم أنتم تعيشون ميلاد يسوع المسيح، نيالكم أنتم عم تعيشوا بزمن بدكم تدلوا العالم من هو الميلاد الثاني، من هم الذين يولدوا جديدا، يولدوا في المسيح. من هيك كل تعابيرنا المسيح، أنتم الذين بالمسيح اهتمتم، المسيح قد لبستم، سمعتم بالصلاة، الله صار إنسانا ليصير الإنسان إلها، كل هاي التعابير كلنا معناها من أبائنا من الكتب المقدسة، هاي الشيء مش من عنا، من تعليم الكنيسة قد ما عاشت إيماننا وعرفت العمق من هو ملء الزمن. والسؤال بينطرح بعيد الميلاد، من هيك عم قلكن ما بدي قلكن ينعاد عليكم، إن شاء الله تولدوا حديثا، عم تدلوا غيركن على يسوع. حكيتكن من أحدين، أحد الأباء وأحد النسبي، أنتم عم تدلوا الناس على يسوع؟ Do you lead people to show them the way to Christ؟ عم تدلوا العالم على يسوع؟ إذا بدنا نطلع أخوتي بالأيقوني يلي أريناه بالإنجيل، خاصة بإنجيل لوقا ومتى، حتى كاتب الأيقوني حط متى ولوقا بأيقوني وحدي، وإذا بنقرأ ولوقا ومتى منشوف كل العناصر يلي بتحكي عن الميلاد كله ده لعب دور. شوفوا هالمقارنة الحلوة، قال ربنا من البداية ولد الكون، وبعدين ولد الله. بالبداية ولد الكون بكلمة من الله، وبعدين بعد السقوط ولد الله في الكون. هو تعبيرين كتير مهمين، يلي أوجد الكون أصبح هو في الكون. قال بيقول أحد الآباء القديسين، بتقول الشمس المنظر أو المشهد الوحيد يلي مرق بالكون مرة واحدة، إنه أنا رأيت خالقي تحت أشعتي. الشمس تقول رأيت خالقي تحت أشعتي، يعني يلي خلقها للشمس صار هو عم يتمتع بنورها وبحرارتها، لأنه صار مثلنا إنسان، صار عم يتمشى تحت الشمس. من هيك استغربت الشمس لما شافت الله طفل صغير. بيقولوا في اثنين، تعرفوا بالزمن يلي بلشت تطلع، يلي يطلعوا فيها على الفضاء، مراكب الفضائية تطلع لفوق تقريبا ببداية 1968 أول مركبة فضائية طلعت لفوق. قال في اثنين لما نزلوا على القمر، واحد منهم كان عنده تقوى والآخر كان عنده شوي فلسفي. يلي عنده تقوى الأول ما نزل ولمست إجري سطح القمر ركع على الأرض وقال له يا رب ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بحكمة،
بشكرك يا الله على هالمنظر بالعالم يلي هالنجوم والكواكب والأرض. وهذا عنده فلسفة يلي ما بيهمه الله، أم قال له طلع هيك نحو الأرض وعمل له هيك للأرض. قال له شايف هالأرض من هون قد حبة العدس. بدل ما يقول بشكرك يا الله على هالكون، قال له شايف هالأرض عمل له هيك. قال له طلعت قد حبة العدس. أم رد علي قال له شايف هاي حبة العدس يلي أنت عم تستهتر فيها، هيدي ربنا خلق فيها. يلي خلق الكون يلي حواليك عم تشوفه، الكواكب والنجوم والقمر يلي أنت تدوس سطحه، ربنا خلق بهذه حبة العدس. هذا هو الكون. أنت شو عم تقدم له للكون؟ من هيك بدي ردكم يا أخوتي، كيف تدلون العالم إلى المسيح؟ إذا بدي أطلع بالأيكون بلشوا من فوق، بلشوا من فوق. قال الملائكة لما عرفت الله بده يتجسد قامت لحقته من السماء على الأرض، لأنه بالسماء عم تقول له قدوس قدوس قدوس، ما بدها تحرم حالة من القدوس، لحقته على الأرض لتقول له قدوس قدوس قدوس. مثل ما عم تمجده بالسماء نزلت تمجده على الأرض، لأنه هو الإله الجالس مع الآب على العرش وفي الأرض في الجسد. الإله على العرش مع أبيه والروح القدس أصبح على الأرض متجسداً. يلي عم نقول له قدوس رح ننزل نقول له قدوس، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. نداء الملائكة فوق. ولاحظوا الأيكوني، إذا بدي قصة اثنين من قصة هيك، القسم العلوي والقسم السفلي، وشو خلى الرابط بين اثنين؟ شو خلى اثنين يترابطوا مع بعضهم؟ النعمة الثالوث الأقدس يلي بإرادتها وتوافق إرادة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. هالحب، هالحب الإله الواحد قرر إنه يرجع يصالح الإنسانية يلي هي ساقطة على الأرض. قام التحمت العلوية مع السفلية والسفلية مع العلوية، أصبحوا واحد. انفتحت بواب السماء يلي كان ربنا حط عليها ملكين من نار لحتى ما يفوت الإنسان ويقطف من شجرة الحياة، لأنه شجرة الحياة بدها تتجسد ليقدر الإنسان يقطف منها ويأكلها بالإفخارستية ليفوت على الملكوت. الأرض كيف دلتنا على يسوع؟ المغارة قدمت ذاتها، قدمت ذاتها المغارة، والرسام رسمها بشكل كأنها قبر، عم تبشرنا أنه يوماً ما هذا الطفل المولود في هذه العتمة، عتمة المغارة، سيدخل القبر 3 أيام ويقوم في اليوم الثالث. لاحظوا الأيكونة عم تبشرني بالقيامة. الحيوان يلي دير من دار الخالق، الثور والحمار عرف خالقه. أما أنت يا أورشليم وأنتم يا شعب الله لم تعرفوني. الرعاة بشروا بيسوع، الفقر والتعتير والقلة والمرض والتشرد والهوملس، كل هودين العالم كانوا أول من إجوا لعند يسوع وأرلبوا ما من عندهم أردموا له ليسوع، لأنه هو الراعي الصالح. هم رعيان كانوا رمز للراعي الصالح. الملوك الغرباء يلي كانوا مش عندهم عبادين الوثن، إنهم الإنسان الباحث عن الله. المجوس بيعطينا فكرة الإنسان الذي يبحث عن الله. أم ربنا دلوا من خلال حكمته، هم يدرسون الكواكب والنجوم وسير الكواكب وسير النجوم، أم ربنا من خلال فهم دلوا من هو خالق النجوم، من هو خالق الكواكب، من هو واضع النيرات العظيمة وحده؟ اجوا وسجدوا له وقالوا له أنت هو الملك، أنت بالذهب، أنت هو الإله بالبخور، وأنت لك المر يا من ستفتدي البشرية، تذوق المر، تذوق الموت، ولكنك ستنتصر وتقوم في اليوم الثالث. والبشرية كيف دلتنا على يسوع؟ أنت البشرية شو قدمت له ليسوع؟ شو قدمت له ليسوع البشرية؟ مش حيخلونا نحكي هلا. البشرية قدمت له شيء مهم ليسوع. المزمار.
يلا قلوها. البشرية قدمت شيء مهم ليسوع، والدة الإله. والدة الإله البشرية قدمت أحشاء أن تكون أماً، تمثل، to represent the human being, to represent the humanity, to give her body to the Lord, to be the temple of the Lord, to be the tabernacle of the Lord. أن تكون عرشاً للإله. لاحظت السماء والأرض والكواكب والنجوم والفقراء والملوك والكل حول يدل على يسوع المسيح ويقول هذا هو الإله. هذا هو الميلاد الثاني. الخليقة الأولى أصبحت مدمرة، الخليقة الأولى تخربطت، الخليقة الأولى كلها صارت مثل أمواج البحر، العتمة والظلام والخطيئة والموت والتشرد. ترك الإنسان، ترك الله، ولمن تترك الله خلص أصبحنا في دمار. بس حتى ترجع عند الله ما فيك ترجع، بدك الله ينزل لعندك ليرجعك لإله. من هيك إخوتي، وهيدا من الأشياء الصعبة كتير. بشكرك يا رب على أبائنا القديسين يلي علمونا، عارفين إنه التجسد هو الحدث ما قبل سقوط الإنسان. بالتجسد يستطيع صورة الله والمثال أن يحقق الإنسان ذاته بالتجسد الإلهي. أما عنصر الموت والصلب والقيامة هم الخطوة الثانية لحتى تخلص الإنسان من الموت. فإذا أصبح التجسد هو لاهوتنا ما قبل السقوط، لأنه الإنسان ما بيقدر يحقق ذاته لولا صورة الإبن يسوع المسيح منذ البداية. لمن خلقوا لآدم، خلقها للإنسانية، خلقها بكل شيء، بكل مكونات والاستطاعة أن يكون إلهاً. ولكن هذا الطريق الذي بده يشقه ليكون مثل الله، بده يسلك مع الإبن على صورة الإبن، بده يتكمل بصورة الإبن. ولكن رفضه للإبن، رفضه للنعمة، رفضه لطاعة الله خرج منه. من هيك إجا يسوع هذا المتجسد ما قبل سقوط الإنسان أن يخرج إلى الإنسان ويموت من أجل الإنسان ويصلب من أجل الإنسان ويقوم في اليوم الثالث لحتى يخلصوا من براثيم الموت والخطيئة وأزلية الموت. هذا هو الميلاد الثاني. من هيك نبقى لكم، مش حقلكم ينعاد عليكم، إن شاء الله تولدوا حديثاً، إن شاء الله تولدوا حديثاً. بصوت هالفرقاع اللي عم يطلع برا، فتذكروا هيك دايماً بهالميلاد المقدس، نقول له يا رب ما تخلي نعايده هالعيد مثل ما عيدناه بروتين معين، لا، هي قفزة نوعية، أن نولد حديثاً، أن نتجدد، ما نعيد الأشياء هي ذاتها. علمني يا رب كيف أتقدس، كيف أتقدم بالقداسة حتى فعلاً مثل ما دلتك الخليقة كلها، دلت عنك أنك أنت إله، أنا بدي دل العالم عن أنك هذا الإله. من هيك حركة العالم اليوم عم تحاول تيأسنا، حركة العالم اليوم بدها تخلينا أترك الأمل بالله والحب الإله والرجاء بالله والإيمان بالله. حركة العالم اليوم هيك عم تخلينا نرجع بالإيمان، نضعف بالإيمان، وهي الخطر، وهذا الخطر. لا، بدي أقوله للعالم، أنا من يدل العالم على أنك الإله المتجسد. أنت الطفل المولود ابن الله يلي أخذت مسيرة الخلاص وحققت هذا الحب الخلاصي أعطيته للبشر. شفتوا المسؤولية اللي ربنا أعطاكم إياها؟ You carry this responsibility on your shoulder. You are a Christian. You are the follower of Jesus Christ. Lead them. Tell them and tell your story. This is our Savior. Amen.